القصبي كان من نجوم حفل القرعة، تحدث عن حبه للنصر وماجد التواجري ما تركه بحاله. الحين منه الزعيم؟ بدينا منه الزعيم. منه الزعيم؟ طبعا الزعيم ما غيره، الزعيم في زعيم في عالمي. زعيم والله. أنت وش أنت؟ أنا؟ إيه؟ أنا ناصر القصبي. أقول لك كيف شفت القرعة؟ لا كويس، أنا أول مرة أدخل بهالسوالف. إيه؟ بس يعني حلوة كذا ومبهجة يعني يا رب ان شاء الله بالتوفيق لي. حلو يا محمد. وش تبي؟ وين بتروح انا وين بتروح؟ اسمع وش الجديد ورانا؟ وش الجديد ورانا؟ وش ورانا؟ تحب النصر صح؟ كلنا نحب النصر. ليش تحب النصر؟ ليه تحب النصر؟ من اللي حببك في النصر؟ احب انا النصر واحبك انت. ها؟ واحب الله يحبك الامين وانا احبك. قسم بالله لا شفت الشاشه وانت فيها ما ترك ابد. اسمع، من اللي حببك في النصر امانه؟ ها؟ اللي حببك في النصر؟ أمي الله يرحمها. الله يرحمها.